اخواني مرحبا بكم العز المصاري الاخوان اخواني دابا كيف شفتوا غبرت عليكم واحد غبره الاخوان لان اخوتي كان الجو ماشي شي ساعات شو ثاني اخوتي انا ما كانش راشقه ليا اخوتي ما فهمتش اليوم نكون غادي مزيان شدني الدوخه لكن اخوتي غبرنا عليكم دابا سمحوا لي اخوتي رجعنا راه مشي على شي بلان راه كنت النهار الاخر قلبت عليه باش ندير معاه ولكن ما لقيتوش ها انتم الاخوان دابا الفلوس راه باقا هي هي ها هي ها هي الاخوان هادي 200 ها 300 ها 400 ها 500 ها 600 ها 600 650 670 ريال وكنت عطيت منهم واحد 20 في خبز 4 هي هذيك مرحبا بكم الاخوان يلا الاخوان دابا نمشيو عندهم نقلبوا عليه يا خويا ما عرفتش تيغبر يا خويا ما فهمتش فين تيغبر تيغبر غبره وحده بقاو معنا اخواني انا خرجت دابا ومني خرجت اخوتي كنت حاسس القادومه تحياتي الشتا تصب كتتصب على الجاد دابا راه صحيت شويه تقدر ترجع في اي لقطه راه السما مغمه انتم السما راه مغمه شادي اخواني يلا اخوتي دابا غنقلبوا عليه يا ربي نلقاو يا رب هاش بقى الدنيا عامره بها يلا الاخوان قاو على شدوا الطعم اخواني وصلنا للعماله دابا اللي فيها حنا دابا اللي فيها الدراري غنمشيو اول بلان هو فين كاين الكواطن غنمشيو او معانا يلا ندخلوا واخا صعيب نصور اخوتي تما لان ممنوع ولكن غندير عليا وغندخل فيها هما هات شوف ساكن الشام هاي يطلعوا لي ساكن عديسه عديسه ها انا المور دي نو ماروكينو غرينغو اخوتي يوم هنا بس ما مصورش اخوتي لان مشكل طاو بريغاتو وفين اشير؟ ها هو عديس فين؟ ها هو فين خرج؟ فين امرجي؟ فين واقع فين؟ هذا الحضارة قلق عليك قلق عليا؟ وقول لي انت فين تخبى تحت الارض؟ ها هو خوتي يلا نحيدو هنايا ونمشيو للمغرب هاو معانا احنا خوتي انا واخ عديس اخويا بحال حالة او معايا اول حاجه الاخوان غنديرو غندخلو ناخذو شي ويمو الاخ الشيري او ديكو باغي شي حطه جديده ولا باغي حطه قول لي قول لي دابا غندخلو الله يفرح من الناس اخوتي غندخلو دابا نشرب شي ويمو ولا لعيبه وغنمشيو للبوليس جي راه هما بغيت ما يهضروش معنا لان حنا سبوعه ياك اخويا غنديرو حاجه اخرى اخوتي هي ان هادي صافي يعاونني باش نلقاو داك عبد الحق صير لانه غايجي فينو حيت عارف البلايص كلهم غيعاوني فين غنلقاه دابا غيجي هنا دابا هو غيجي هنا دابا صافي دابا شويه تيتغدى ولا اسمعني دابا واجي راه كنصلع هنا نجيب لك شبير ونجيب لك لعيبات حنا خوتو غناخذو واش هابي مو فقط مقواش عليا مسكين والله هاد المره غنصايب شي معالجه كثيره ونجيبو الحاج بالرجوله اه ها انتم الاخوان تشوفوا كاينه البيمو في الزهوق هذه ساره مشيت بقات عليه في البلاصه تما خرجوا كلهم تقول لي يوتيوب يوتيوب فايقوا كان الناس تقول لي يوتيوب يوتيوب اش قالوا لك اش قالوا لك يوتيوب 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 يجا يوتيوب يجا ديري تعرفوني اذا ما كاينش شي مشكل ياك ما كاينش بعيد هذا خوش مشروب الله عليك مسكين تمشي ليا للبلاصه الرخيصه تجي قوج عليا حاضر اقتصاد يلا خوت نخلصوا دابا نخلصوا نطلقوا عشرين عطينا 20 ريال
جبت شاف الفلوس هو يقول هادي عجيب فلوس ديال ديال الكرا واحد صيفة طلع عبد الحق باش نكريلي انا هو انا قالوها ليا فهمتيني انا قالوها ليا دابا داك عبد الحق قصير راه تنقلب عليه حيت الناس مصيفطين فلوس باش نكريلي عطيته عاوتاني 20 ريال من هنا يا خوش وانا قالوا لي ترجع هذه عطيتها لي من عندي هذه حيت انا ما جيبش معايا الفلوس جي معايا هذه الفلوس هذه اخوتي باش تكري لي نلقاو لي الكاس اخرين ان شاء الله وراه خدا منا 20 ريال ولكن نعطيها من جيبي انا مره اخرى ورجع بقاو معنا الاخوان ها هو كلا يلا نقلبوا على عبد الحق تقلبني على عبد الحق عبد الحق قلت لك هو يجي هنا صافي قال لك هو غيجينا بقاو معنا عديسه ما كاينه المناضه عبد الحق راه قال لي دابا غيجي هذاك اللي غنكري ليه قال لي دابا غيجي هنايا وقال لي اش قلت لي عبد الحق دابا قلت لي هادي سافا ندخلوا دابا عادي غندخلوا وسط الخيمه البرازيليين عرفوني يوتيوبر بني اسمع بني كوهي بامي نو كيرو السلام عليكم اميغو السلام عليكم السلام عليكم ديسكوبا خوت عرفتي شناهو دابا جيت انا عند عديسه تنعيط عليه في القيطون مع شافوني يوتيوب بلات راه نعيطو لك دابا على اش يقول لك انت ريزين اش بشو عيطو عليك اش قالوا لك بغا يكلموك ليا اش قالوا يوتيوب يقولوا اليوتيوب جا ما عرفوش كيفاش يوراهم اليوتيوب هذا اللي مشى عندهم بحال ناوي انه يجبد لي الصداع ساعة رحبوا بيا وحق راه شتي كيفاش رحبوا بيا ضحكوا معاه قالوا لي ادخل صور ودير فيديو مع الداخل غير ما بغيتش ندخل اخوتي فهمتوني انا جاي عند عديسه ونريحوا اخواني السلام عليكم انا من الصباح نتقلب عليه لقينا اخوتي واو برازيل ياك ها هذا ضرب صوت صافي عاد السلام عليكم في الله الدراري عامل اقسم بالله يا شيري يمني درت الفيديو بزاف الناس عيطوا عليا وبغيت تعاونوا فهمتيني غير هي قالوا لي ما تعطيش فلوس في يدو لانه غيخرجها كاين ولا ما حتى هي ما طلبتيش مني فلوس حقيقه حتى هي ما قلتيش هي راه ليا فلوس ولا شعيبه انت بغيتيها تكري دابا الله يهد دابا قلتي لي فين غنمشيو دابا شو عند الدري صافي تمشي الدري الدري ان شاء الله تحل لا دابا انا من جيت لقيتك هو هذا الحقيقه السبرديله السريويل زوين طيطه تبارك الله هو هذا تحسينه نقي دابا مزيان والله يدير شي تاويل اخوتي فين غنمشيو دابا الو سير هكا هضر غادي نمشيو عند الدري ان شاء الله واحد الدري كيعرف تعرفوش يورينا البلاصه اللي غنكرو فيها الله اعلم انت ما عرفتش غنلقاه تما ولا ما غاديش نلقاه ولكن المهم غادي نمشيو لعندو اه الا لقيت جوج ماكينه هو اللي غدبر عليه كرب الزاد اي مكان تمشي فافيلا قلتي لي فافيلا تمشي حيت دابا الدراري ديالنا مغاربه كيسمع الفافيلا كيتصحاب لهم الشيء دابا تيسمعوا الكافيلا فافيلا فيها فافيلا فيها الكرا رخيص وزوينه تا هي وكاينه وسط السنتر ولا بغى يخرج للسوق تقريبا دابا الا كريتي فهاد الفافيلا الفافيلا المعنى ديالها هي الكاريان كما فهمتي كنقولوا احنا في المغرب كاريان يلاه مقر شتي كيدايره من الداخل شي من برا كيديرها غندخلو غنلقاو غار لداخل غنلقاو العصابه لداخل خوتي راهو يدخل راه جابني لهاد البلايص هادو فيهم الكرار خاص 500 بحال الفافيلا اخواني جينا هنايا خرج لينا واحد هنا قال لك ما كاينش هنا الكراق وهو باغي يكري هنا لانه عنده اليقين هنا كاين اللي راه تكري هنا تماك ها هضر مزيان مع السيد قلنا لك راه السيد فهمتي ما كاينش دابا السيد هذه جي جاب لي كاين الكرا اللي هي كاين الكرا اللي فهاد البلاصه علاش ما بغيتيش الكرا والله راه بالله والصلاه اخويا واش انا فهمتي واش انا ما كفانيش داكشي اللي خديت من المغاربه واش مشيت سمعت لي فيه كاينين المغاربه دابا انت بغيتي تبرق البلاصه اللي فيها المغاربه البلاصه اللي فيها المغاربه والله ما نسكن فيها واخا تكون في ابو رق سميتها بالله عليك ياه علاش اش معاها علاش انا ما فهمتي ما تلقى شي مشكل مع شي جنس اخر فهمتي تلقى المشكل ديما كتلقى مشكل مع هاد المغاربه ما عمري درت مع شي برازيلي ما عمري وقع لي مشكل مع برازيلي ولا لبناني ولا حتى شي حاجه ديما المشاكل غير مع المغاربه هما اللي بلاوني فهمتي سبحان الله العظيم هما اللي خرجوني من الخدمه دبروا على مشاكل في الخدمه ما خلوا ما يهروا مع هاد الدراري ديالنا خير ما تمشي عليك اخي الامر ما فيه مغاربه الناس كاملين داكشي باش يعرفوا باش اليوم حيت يسحب لك القناه انا ما بغيتش نشكري ليك ولا شي حاجه من الناس خوتي انا تندور معاه دار ماشي ساهل هكا يا صاحبي الله يهديك اسمع راه لقينا الكراوات هنا ولكن قال لك فيهم المغاربه ما بغيتش نذكري حدا المغاربه لانه كنرجع عاوتاني الدمار للشامي ياك اشي وصل اخي فهمتي
تعاشر مع بلادك نتوما كيجي يدق عليك في البيت يلا راه نمشيو نجيبو شي زوينه نمشيو نجيبو شي دابا انت تبغى تتلاقى مع شي واحد يديك طريق زوينه بالراسي اللي ما يجيش عندك يقول لك يلا نمشيو نجيبو البليه ياه اجي يقول لك صوافي زعما واش بخير هاني الا ما قلتيش ليه انت شي حاجه ما يقولش لك شي حاجه انت وصلنا اللي قلتي لي انت راه بغيتي تخرج كملي قلتي لي انت راه بغيتي تغير من حياتك هو راه لا باش من حياتك مغربي ما حملكش ولكن برازيلي فهمتي تيفرح كيفرح لك وما يستعملش المخدر قدامك شوف شنو هو الفرق ما بين الجنس ديالك الله العظيم بما انني انا تندور هنايا واش بان لي في هذا الدري بان لي بغى يحسن من راسه واخا دابا قدامي وكنستعمل واحد عارف البلي اخويا صعيبه الله يعفو ياك لكن انا من ناحيتي بان لي انه عنده واحد الحاجه باغي يتغير وتمنى يتغير ولكن باش تغير عشيري انا قدام الناس ومدي تفرجوا خاصك اخويا تقطع من هذا البلي هذا الكراك خايب اخويا فهمتيني شوف راه ما كاينش حاجه كتقول ما كاينش واحد اللي غادي يقول لك راه كاين الكره ولا ما كاينش فهمتي هما يا راه فهمتي راه الا ما كاينش كيعرفوا راه ما كاينش خط بيرزايا هي قول لي دابا ما كاين لا صبروا شي ان شاء الله ملي غادي يجي ولا خي شوف فهمتي ولا هي قول لي المغاربه دابا ما كاين منهم والو لا كريتي حداهم غيرجعوك للبليه الله يستر عافاك راه حقني شتك ما ملاقيش معاهم بزاف شنو هاد صحابك انت خوتي بعض الناس تقول لك خديتي الفلوس ما اخويا راه ما ساهلش اخويا راه ما ساهلش راه خاصك تقلب على الكرة وهو ما بغاش يسكن مع البلاصه اللي فيها المغاربه قال لك لا سكنت مع المغاربه غنرجع عاوتاني للبلية لان ديك لا تسكن مع واحد مغربي تيقول لي يلا نمشيو نجيبوا لي ما تيقولش لي يلا نمشيو نجيبوا شي حاجه زوينه هادشي اللي قال قلت اخويا هادشي اللي ما قلتيش شوف الله يرضى عليك اخي بقى فهمتي ما كنحملش نبقى نعاود الهضره نقول لك شنو كاين ديك المغاربه ما غاديش نسكن معاه واخا يكون فهمتي واخا يكون حاشاك واخا يكون كما كيقولوا المغاربه كيصلى عليه دور السبع فهمتي انا مغاربه اخي فهمتي كرهت العشره معاهم بصفه نهائيه فهمتي ماشي مغاربه كاملين كنهضر على المغاربه اللي كاينين في هذا المحيط هذا فهمتي انا تعاشرت مع مغاربه حيت كاينين مغاربه اخويا هما اللي تعاونوا معاك ومغاربه هما اللي تبقوا معاك دابا خليني نكمل الهضره باش ما يفهموش غلط ندخلوا حنا ندخلوا حاجه بحاجه وما ما نكملوش الهضره فهمتي قلنا لك مغاربه فهمتي تعاشرت مع المغاربه في غويانيا تعاشرت مع المغاربه في برازيليا تعاشرت مع المغاربه في سميتو في هيو فيرجي الدراري كاع المغاربه اللي كاينين في بلايص اخرين الله يعمر لهم الدار هاد القوم هذا اللي كاين في سان باولو ما عمري شفتو انا ما عرفتش الزبل ديال البشر ديال المغرب جا لهنايا وما فهمتش انا شنو كاين اقسم لك بالله قلت لك كاين واحد شخص واحد هو اللي بلا المغاربه كاملين اللي كاينين هنا في سان باولو لا ما تسميه هو شخص واحد ما بغيتش نسميه هو راه عارف راسو فهمتي واغلبيه ديال المغاربه اللي كاينين هنا في سان باولو عارفينه شيطان من فهمتي شيطان من الانس هو اللي بلا المغاربه كاملين فهمتي والدراري المغاربه كاملين اي واحد كيتخلب ليا ربي السلامه فهمتي كيمشي للاخر ديالها واحد منهم هو انا فهمتي اخي انت جيتي للبرازيل دي فهمتي نسالي التواريخ لا بس الناس يعرفوا التواريخ فهمتي جيتي في 2018 بحال هكاك جيتي خدمتي مشيتي مدن اخرين كنتي غادي مزيان شحال المده باش قدرتي تبليتي فهمتي كيت لا بديان راه شي عام وشي حاجه تقريبا شي عام وشي حاجه باش دخلت المهم شي عامين دابا باش دخلت في المخدرة الصلبة دابا اذا في الليل غندوز عندك دابا انايا وليت دابا اقوى مخدر كيف عاد شنو غنديروا في الليل غنهزوا التليفونات وغنعيطوا عليهم باش نديروا معاهم نهار لان النهار هو احسن اخواني انا وصلت للدار اخواني جبت معايا الفلوس تخرج تمشي تقول لك دبر عليا عطيني فهمتني عطيت عديسه 20 ريال عطيته هو تا هو 20 ريال راه علاش ما تصورش انا الكاميرا تقادات ليا ثم جيت نصور نكم جيت درتها في الشارج باش انني نصور لكم اخوتي انا ما ساهلش هادشي واش فهمتيني ما ساهلش خاصك تمشي تقلب لي على الكرا خاصك دير فهمتيني راه ماشي خاصك توجد الفلوس راه ماشي الفلوس فقط وصافي ها الكرا راه خاصك مشيت لي لواحد البلايص قال لك لا فيهم المغاربه كيف سمعتوا ولا وجههم طالع لي الدم قال لك الناس كنت حدا شي وحدين اكثر يدير هادو لي سان باولو هادو ما شفتش بحالهم قال لك انا بغيت نسكن في بلاصه اللي فيها البرازيليين احسن ليا باش ان الوحيد قال لك تيجي عندي برازيلي ما تيجيش يقول لي يلاه نمشيو نشرو البليه ولا شي حاجه قال لي يلاه مغربي من هادو تيقول لك تيجي ندير لي البليه يجي عندك بيقول لك يلاه نشرو البليه يا اخواني ونسيت ما قلتش لكم راه اليوم قال لي غنمشي نشوف هو باغي عاجبه واحد البلاصه بغى يكري فيها واش فهمتيني قال لك مولاها غيتعامل معايا وكل شيء غنهضر معاه غنمشي في الليل اخوتي غنصور لكم كل شيء حيت هذا اليوم كنبغي نعول انني ندخلوا للكره ولكن ما كتابش الفيديو الجاي راه ان شاء الله خاصو يكون نصور لكم وسط الكره دابا راه قال لي غنهضر في الليل اليوم في الليل غنقاد الامور نقدر نحطو غدا هذا الفيديو هذا الاخر
هذا غنحطو اليوم باش تشوفوا واش وقع اخوتي. هي لكم اخواني الله يدير شي شاويل. شكرا للناس اللي بغى يدعمونا واللي بغى يدعموا هاد الناس هادو اخوتي. لا اله الا الله. على بالي بغى يتغير شويه. تحيه لكم.